من أسرار المغرب وأسرار أهله إقامتهم للدين ولحدوده ودفاعهم عنه باستماتة شديدة وأخذهم بأحكام الشريعة ودفاعهم عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وعن هذه الأسرار أخبرنا العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون حينما قال: وأما إقامتهم لمراسم الشريعة وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله فقد نقل أنهم يتخذون المعلمين لكتاب الله لصبيانهم ويتدارسون القرآن بين أحيائهم ويحكمون حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم، مما يدل على قوة إيمانهم وصحة معتقداتهم. والعلامة عبد الرحمن بن خلدون هنا إنما يكشف سرا لازمه من أسرار أهل المغرب حين أقام بين ظهرانيهم فأدركه علما وذوقا وفقه معانيه فاستخرجها وكشف عنها، وإلا فالحال هو الحال ولا يزال الناس كذلك إلى الآن والحمد لله. ثم إن أهل المغرب بتعاهدهم للقرآن الكريم واهتمامهم به كان لهم معه سر آخر، وهو علاقتهم بأهل بيت مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قال فيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، على ما رواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي صحيح الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لذلك كان أهل المغرب ولا يزالون متشبتين بالعترة الطاهرة بأهل البيت الكرام من يوم دخل المولى إدريس رضي الله عنه وأرضاه وقدس سره وإلى الآن. تعلقهم بآل البيت لا نظير له، جمعوا بينهم وبين القرآن الكريم، إمارة المؤمنين فيهم لآل البيت قدست أسرارهم، والأمر باق إلى اليوم وسيبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة، وهذا من أعظم أسرار المغرب. لا شك أن من أهم الأسرار وأهم الخصائص التي تمتع بها بلاد الغرب الإسلامي أن أهله عبر التاريخ منذ بدايات دخول الإسلام إلى اليوم تعلقوا بالحضرة المحمدية ذاتا وشريعة وحقيقة. ولذلك لما جاء مولانا إدريس بن إدريس بايعوه ظاهرا وباطنا، فكان ملكا ولي الأمر في الظاهر، وكان أيضا وليا معظما في الباطن، حتى إنهم لقبوه بآدم الأولياء.
وبقي الحال على هذا الأمر مع ذريته بعد وفاته قدس الله سره. فقد تعلق المغاربة بذريته الأشراف آل بيت آل البيت وأحبوهم، واجتمعت عليهم كلمتهم فحازوا التعظيم والمنزلة الرفيعة بين العامة والخاصة، بين السلاطين وعامة الأمة. وهنا يمكن أن نتحدث عن ظهائر التوقير والاحترام التي كان يصدرها السلاطين لفائدة الأشراف آل بيت رسول الله، كي يحظوا بالتقدير والاحترام والعناية في كل الولايات والمدن التي يصلون إليها. ففي عهد المرينيين مثلا نجد أن نقباء الأشراف كان يخصص لهم موضع خاص عن يمين السلطان أثناء الحفل الذي ينظم بمناسبة المولد النبوي الشريف. ومما يذكر في هذا الباب أن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني رفض أن يرى أحدا من الأشراف يشتغل في مهنة من المهن وضيعة أو غير نظيفة، فرأى صبيا في بعض أسواق فاس فأجرى له الجرايات ورفع منزلته وأمر بتوقيره واحترامه، حتى إنه قيل إنه لما فعل هذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يثني على صنيعه هذا وسر بذلك سرورا. وفي عهد المرينيين أيضا نجد أن السلاطين يأمرون بإحصاء الشرفاء وبضبط بيوتاتهم وفروعهم في البوادي والمدن، كما فعل أبو الحسن المريني وكذلك ابنه أبو سالم اقتداء به. نفس الشيء سوف نجده في عهد الدولة العلوية، فمثلا لحفظ الأنساب الشريفة من الدخيل في عهد العلويين نجد أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله أمر أحد علماء المغرب وهو ابن الصادق بريسون بإحصاء الأشراف وضبط بيوتاتهم وفروعهم، فألف مصنفا نفيسا في هذا الباب هو كتاب معروف وهو فتح العليم الخبير في تهذيب النسب العالمي بأمر الأمير. حمل أهل المغرب الكتاب والسنة ومضوا إلى سبيلهم وعملوا بهما وطبقوهما في حياتهم اليومية، وخصوصا فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك الذي جعلوه أساسا من أسس حياتهم، حتى إن العارف بالله الكبير مولانا عبد الواحد بن عاشر المتوفى سنة 40 و1000 للهجرة رضي الله عنه ألف منظومة شهيرة سماها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، والتي نظم فيها الفقه المالكية والعقيدة الأشعرية وطريق السلوك إلى الله تبارك وتعالى. يقول في مطلع هذه المنظومة الشهيرة، وهذا لا يزال إلى الآن دستور المغاربة الذين عليه ساروا ولا يزالون والحمد لله، يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد، فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. لهذا كان لأهل الله بالمغرب جمع غريب بين العقيدة والفقه والسلوك لم يكن لغيرهم، وبذلك أظهر الله أسرارهم وأبان وأوضح حججهم، وكان لهم بهذا الجمع مقام لا يدرك ودرجة لا تلحق. لابد من الحديث عن مميزات التصوف المغربي، فهو تصوف يقوم على جملة من الخصائص والمميزات الهامة التي تميزه عن غيره، ويعتبر من خلالها باعتباره مدرسة قائمة الذات.
فهو أولا تصوف سني، بمعنى أنه يستند إلى الكتاب والسنة، وهذا مسألة وهذه مسألة عادية. ذلك أن المولى إدريس رضي الله عنه لما دخل المغرب كانت دعوته تقوم على هذا المبدأ، وهي التمسك بالكتاب والسنة وإحياء السنة وإماتة البدعة والعدل بين الرعية والقسم بالسوية إلى غير ذلك من المسائل الأخرى. المميز الثاني هو أن التصوف في المغرب هو من الثوابت الأساسية التي تقوم عليها الدولة في المغرب، إضافة إلى العقيدة الأشعرية وإلى المذهب المالكي وإلى إمارة المؤمنين باعتبارها حارسة وحاضنة للجميع. لماذا هذه الثوابت؟ لأن هذه الثوابت هي التي تميز الخصوصية المغربية، وهي التي تضمن الوحدة الوطنية ووحدة الدولة، وكذلك أيضا هي التي تميزها وتميز جانبها الحضاري. ثالثا، المميز الثالث يتعلق الأمر بفاعلية وحيوية التصوف المغربي. أما بالنسبة للحيوية فيتعلق الأمر بنشاط الفكر الصوفي في المغرب وتعدد المدارس الصوفية. وأما بالنسبة للفاعلية التاريخية فالأمر بسيط، وهو أنه لا يمكن الحديث عن تاريخ المغرب إلا باستحضار العامل الصوفي فيه. أهل المغرب أعمالهم كانت كلها مقرونة بالدين والتقوى والتعليم والروحانية والقوة والحياة، جمعوا بين الثبات واستقرار النفس واطمئنانها، والرحمة ورقة القلب، والسمو فوق معاني البقاء الأرضي. لم تكن تحدهم أجسامهم، فلا يرون الحياة إلا مادة يؤخذ منها ما يؤخذ ويترك ما لا يحتاج إليه، تدفنهم معاني التراب وهم أحياء فوق التراب، بل كانوا سامين فوق ذلك، لأنهم رأوا للقرآن حقيقة مثلى بكامله لا يتنكب عن شيء منه، فكانوا بالقرآن للقرآن، وصلحت بذلك أعمال أهل الله في هذا البلد الأمين، فكانوا سادة أينما حلوا وارتحلوا رضي الله عنهم، ومقاماتهم لم تكن تجارى ولا تبارى. ويكفي أن نذكر أن الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين بن العربي رضي الله عنه في كتبه الفتوحات المكية وروح القدس والدرة الفاخرة وكتاب التجليات يظهر فضل أهل الله المغاربة على غيرهم ممن عاصر أو ممن لم يعاصر من الذين سبقوه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا أورد قدس الله سره أسماء عديدة جدا، وخاصة ما كان من العارف بالله الكبير شيخ الشيوخ مولانا أبي مدين رضي الله عنه وتلامذته مولانا أبي يعقوب يوسف بن يخلف القومي قدس الله سره مثلا. قال مولانا محيي الدين بن العربي رضوان الله تعالى عليه عنه: إن قيل من في الوجود أشرف سيدنا يوسف بن يخلف، رب المعالي قلب المعاني، أرق شخص قلبا وألطف، أكرم من في الوجود كفا، أعظمهم رأفة وأعطف، أثبتهم في النزال جأشا، أشدهم سطوة وأعنف، أكبرهم همة وحالا، أشدهم للعلا وأكشف، أوسعهم في العلوم باعا، أشرحهم باطنا وأعرف، أكملهم نسبة ونعتا، أرفعهم منصبا وأشرف، أطولهم في العلا ذراعا، أعلاهم غاية وأوقف، ألطفهم في القلوب معنا، أوضحهم حكمة وأوصف، قد يكسف البدر في علاه، وبدر مولاي ليس يكسف. أو ما ذكره هو رضي الله عنه عن مولانا عبد الله بن تخماس أو مولانا أبي عبد الله الدقاق بفاس أو مولانا عبد الله بن جعدون الحناوي
بفاس كذلك رضي الله عنه، والذي قال عنه وهو من الأوتاد: كان كبير الشأن. وهذا العارف له هذا المقام الذي ذكرناه، وله التمكن من نفسه، ومن مكن من نفسه فهو أقوى خلق الله. فإن النفس تريد الظهور في العالم بالربوبية، وصاحب هذا المقام قد خلع الله عليه من أوصاف السيادة وقواه بحيث أن يقول للشيء كن فيكون ذلك الشيء رضي الله تعالى عنه. وغير هؤلاء كثير، والسر في ذلك ما ذكرناه من الجمع بين القرآن الكريم ومحبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتجسدة في محبة عترته الطاهرة سفينة النجاة، والتعلق بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى فضل الله على هذا المغرب الذي فتح الله عليه أعظم الفتوح، وهو فتح الأسرار كما يقول مولانا محيي الدين بن العربي رضي الله عنه. المغرب، المملكة المغربية، هذه المملكة الشريفة التي حباها الله بجملة من النعم والآلاء والخصوصيات والمكارم، ومن ذلك أنها مملكة الأولياء، وأنها مملكة ضمت بين جنباتها رجالات عرفوا قيمة وقدر العرفان واجتهدوا في الوصول إلى مقامات الإحسان. المملكة المغربية بما تسخر به من تراث ومن وراثة محمدية ظهرت وتجلت في هذا الميراث الذي جسده ومثله سادتنا أولياء المغرب. المملكة المغربية لها أسرار عرفانية، وهذه الأسرار في الحقيقة هي ناتجة عن أمور وعوامل، ومنها أن المملكة المغربية على قدر بعدها الجغرافي من مهبط الوحي ومن أرض الحجاز ومن الكعبة المشرفة ومكة المكرمة ومن مدينة سيدنا رسول الله ومن طيبة الطيبة من روضة الحبيب المصطفى، على قدر هذا البعد الجغرافي، على قدر القرب الروحي والتقارب الروحاني والاتصال الباطني والارتباط المعنوي لأهل المغرب بمهبط الوحي وبمنبع الأسرار والأنوار وبروضة الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. المملكة المغربية على قدر بعدها الجغرافي، على قدر قربها الروحاني. المملكة المغربية كان لها من الأسرار العرفانية والأنوار الروحانية ما كان لها من ذلك بفعل كذلك خدمتها لكتاب الله. فنحن في هذه المملكة الشريفة ننعم ونفخر بكون هذه المملكة تنشئ أجيالا من حفاظ كتاب الله ومن المتقنين لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الخدمة لكتاب الله الذي هو منجم العلوم والذي هو منبع الفهوم كتاب الله تبارك وتعالى، وكل ما اتصل به محفوظ. فحفظت هذه المملكة بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الحفظ تجلى لهذه المملكة بقرائها وبخدام كتاب الله فيها. فالمدارس العتيقة والكتاتيب القرآنية المنتشرة في مختلف ربوع المملكة الشريفة عامل من عوامل أن الله أكرمها بإصرار عرفانية. فكل المعارف والأنوار والأسرار والبركات هي نابعة من كتاب الله تبارك وتعالى. أهل المغرب أهل القرآن، وهم بسر القرآن قائمون، وبهدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهتدون. وسر ذلك مقرون بحديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم قائمون على الحق حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله.
ديب المغارب إخوان وأخدان، بان العزاء وقلبي يومهم بانوا، أنا الذي ناء جسمي عن ديارهم، لكنهم في فؤادي حيثما كانوا، شأني من الدهر تذكاري لمجدهم، وكل صب له من دهره شان. Thank you.